السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة أخرى من سلسلة شهيوات ريحانة كمال. نقدم لكم اليوم بسبوسة بدون بيض، كتجي معلكة هشيشة ولذيذة بزاف، والأهم أنها سريعة في التحضير. كما كتلاحظوا معايا شكلها عن قرب كتجي أكثر من رائعة، كتذوب في الفم. بسم الله على بركة الله نبدأ في استعراض المقادير. غادي نبداو المقادير خطوه بخطوه. في اناء كنوضع كاس من السكر ما يعادل 100 غرام. كما كتلاحظوا معايا انا ما عمرتش الكاس، يعني تقريبا 90 غرام. المهم كتاخذوا نفس القياس ديال الكاس. من المكونات الاخرى عندي كاس غير مملوء من سكر سنيده، كنضيف ليه رشه من الملح، كاس من الزيت. كما كتلاحظوا نفس القياس ديال السكر، تقريبا 140 مللتر ديال الزيت. كنخلط هاد المكونات بالطراب اليدوي فقط حتى كتنسجم مع بعض. طريقة سهلة في التحضير ديالها، كنسمها بقشر البرتقال. ممكن توضعوا سكر فانيلا او قشر ليمون الحامض، كأس من عصير البرتقال نفس القياس، ايضا برتقال طبيعي مع علبة من الياغورت بنكهة الفانيلا وزن 110 غرام. خذوا اي نكهة من الاختيار ديالكم كتضيفوها، او ممكن تاخذوا القياسات بعلبة الياغورت الفارغة. كنخلط مزيان دائما بالطراب اليدوي حتى كتنسجم العناصر كاملة. وكنضيف كأس من الكوك اللي هو جوز الهند نفس القياس، كأس غير مملوء من الكوك، كيعطي مذاق هائل البسبوسة. وكنخلط المكونات كاملة. عاد غادي نضيف السميدة الرقيقة الخاصة بالبغرير والحرشة، هذا هو الشكل ديالها عن قرب، كتكون سميدة اللي حرشة ماشي دقيق الفينو. كناخذ الكاس الاول، كاس كيكون هنايا عامر ما يعادل 100 غرام، وكنخلط دائما بالطراب اليدوي. كتحضر في واحد الوقت اللي سريع بزاف، حتى الطهي ديالها كيكون سريع. ايضا كنضيف الكاس الثاني، كاس اللي كيكون عامر ما يعادل 100 غرام، مع 7 غرام من خميرة الحلويات اللي هو كيس واحد من خميرة الحلويات. وكنخلط كلشي المكونات ديالي مع بعض. كنحصلوا على خليط اللي كيكون شويه خفيف، راه بسرعه كيتماسك لان عندنا الكوك والسميده ما فيهاش الطحين الابيض نهائيا. كناخذ صينيه ديال الفرن، هذه القياس ديالها 27 على 21. كتاخذوا اي مول من الاختيار ديالكم غير ما يكونش كبير بزاف، مدهونه بالزبده ومرشوشه بالسميده رقيقه. كنفرغ الخليط ديالي كامل. دائما ارفعوا اليد ديالكم للاعلى. في هذا الاثناء كنكون شعلت الفران متوسط درجه الحراره واحد 5 دقائق قبل. بالنسبه ليا كتكون النار من اسفل فقط، عندي فرن الغاز بمروحه كيحمر ليا من التحت ومن الفوق، ما كيحتاجش انني نشعل الفوق نهائيا. الا ما كانش عندكم الفران كيحمر من الفوق حتى طيب من التحت عاد كتشعلوا ليها الفوق. صافي غادي ندخلها ونوجدوا السيرو. هنا عندي 3 ملاعق كبيره من السكر سنيده، خديت شويه ديال قشر البرتقال قشرته غير بالموس، يعني كيبقى مساله اختياريه. عندي كاس من عصير البرتقال الطبيعي، كنضيف معاه كاس من الماء. ممكن هنا تضيفوا نص كاس ماء ونص كاس عصير ليمون الحامض الى بغيتو. كتوضعوا الاناء فوق النار حتى كيغلى مزيان وكيولي لنا سيرو. ضروري ما يكون سيرو اللي كيكون شويه معلك. بعد ما كطيب البسبوسه خدات معايا تقريبا 25 دقيقه، كما ذكرت لكم فرن متوسط درجه الحراره. هنا القاعده راها معروفه، الا كانت البسبوسه سخونه يكون السيرو بارد. هنا عندي البسبوسه بارده والسيرو عندي سخون. بعد ما كنسقيها غادي ندهنها بالمربى بالكونفيتير، عاد كنزينها بحسب الرغبه. ممكن ديروا الكوك، ممكن ديروا رقائق اللوز او اللوز كونكاسي، لكم الاختيار.
كما لاحظتوا بسرعه كتشربوا. انا هنا استعملت الصفايه غير على ود هذاك القشر، ممكن تحيدوه من الاول وتسقيه مباشره بلا ما تستعملوا الصفايه. صافي غادي نسقيها كامله وكندهنها بالمربى. المربى كيخليها تجي معلكه اكثر وكيلصق هذاك التزيين اللي غادي نديرو. هنا خديت شويه ديال الكوك اللي هو جوز الهند. صافي غادي نرشها كامله بالكوك وكنقطعوها بحسب الرغبه. كنعتذر على الصوت ديالي، عندي نزلة برد. صافي كنقطعوها كما ذكرت لكم بحسب الاختيار. انا غادي نقطعها المربعات وضروري ما تدخلوها للثلاجه كتبرد حتى تحيد الحراره ديال الفرن منها، ودخلوها للثلاجه كتبرد كتجي اكثر من رائعه. الا خديتوا القطعه الاولى كتاخذوا الثانيه وتاخذوا الثالثه لانها كتجي مذاق رائع جدا، كتجي لذيذه بزاف رغم ما فيهاش البيض. لاحظوا معايا القطعه كتجي ممتازه، شاربه السيرو ومسقيه ومعلكه والشكل ديالها كما شاهدتوا معايا. ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم باذن الله. كانت معكم ريحانة كمال، وما تنسوش الى عجبكم الفيديو بارطاجيو الانضمام للقناة بالنسبة للناس جداد، ونخليكم مع الصور النهائية. في امان الله.